وفضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض شركات الاتصالات تبيع أجهزة جوالات ولكنها لا تعمل إلا بشرائح هذه الشركة فقط، فهل هذا من عقد بيعتين في بيعة؟ لا، ما هو من عقد بيعتين في بيعة، إنما هذا يعتبر من الإضرار بالآخرين اللي يبيعون نفس السلعة أو نفس الجهاز، هذا إضرار بالناس واحتكار للعملاء، يضر بالآخرين. نعم، يجعل المجال مفتوح، يشري منهم ولا من غيرهم. نعم.